بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري نسكوب. أهلا بكل أب وبكل أم بكل أخ، منورين قناتكم. يا ريت يا جماعة تاخدوا بالكم معايا جدا في الحلقة دي. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن أكتر من موضوع مهم وعاجل. هنتكلم عن تحضير الجيش الجزائري لاتفاقية عسكرية مع دولة محورية، وهنتكلم عن أول رسالة قوية من السعودية للكيان الصهيوني بعد الصلح مع إيران، وفي شخصية هامة كانت في زيارة للجزائر والكيان الصهيوني رفض استقبال الشخصية دي، وهنعرف السبب. وضابط سابق في CIA، يعني كان ضابط في المخابرات الأمريكية، قال معلومات خطيرة جدا هنعرفها. وهنتكلم عن سقوط الدولار قريبا، وهنتكلم عن موضوع السكر في الأسمنت الجزائري، وللأسف صحيفة محلية وأجنبية موضحوش الموضوع ده كويس، بإذن الله هنوضحه. دي كانت عناوين الأخبار، عاوزكم تركزوا معايا، ويلا نبدأ على بركة الله في التفاصيل. نبدأ الأول بموضوع السكر. موقع روسيا اليوم بيقول إن قوات الشرطة الجزائرية قبضت على أحد المقاولين اللي بيشتغلوا في أعمال البناء. ليه؟ علشان بيغش الأسمنت وبيخلط الأسمنت بالسكر، وتم حجز 5 طن من السكر المدعم عند المقاول ده. بس الخبر خلص كده، انت فهمت حاجة؟ طبعا الخبر ناقص. يعني معقول المقاول هيستخدم السكر حتى لو مدعوم علشان يغش الاسمنت؟ لا طبعا، انتوا عارفيني اني بحب ادقق وابحث عن المعلومة. على فكرة أنا مهندس، لكن مش مهندس مدني. المهم بعد ما بحثت لقيت إن السكر بيضيفوه على الأسمنت علشان الأسمنت ما يشكش بسرعة، يعني علشان الأسمنت ما يتصلبش بسرعة ويبقى طري كده. وطبعا ده بيبقى مفيد في الحالات اللي بيتم نقل فيها الخرسانة لأماكن بعيدة أو أعمال البناء البطيئة. المهم يعني استخدام السكر على الخرسانة شيء معروف في بلاد كتير، يعني مش في الجزائر بس، والغرض منه مش الغش في الخرسانة زي ما قالت صحيفة روسيا اليوم، لكن الغرض منه احنا وضحناه، ومحدش يعرف الموضوع ده غير اللي بيشتغلوا في مجال زي مجالات البناء والخرسانة وكده يعني. وكنت أتمنى إن الصحيفة تقول فقط إن سبب القبض على المقاول هو استخدام السكر المدعوم من الدولة في أعمال البناء. هي دي التهمة الحقيقية، إن السكر اللي بتدعمه الدولة ما ينفعش أستخدمه في مواد البناء. لازم اللي بينقل الخبر ينقله صح ويوعي الناس، والمقاول ده أكيد هيتحاسب من الدولة. اللي عاوز يغش في الخرسانة مش هيحط لها سكر، لكن ممكن يتلاعب بنسبة الأسمنت، بنسبة الرمل ومكونات تانية. أتمنى يعني من الصحف عموما يعني إنها تحترم عقول الناس وينقلوا الصورة واضحة. وطبعا شكرا للشرطة الجزائرية اللي اتحركت وقبضت على المقاول، لأن السكر المدعم أولى بيه الناس مش الخرسانة. تاني خبر معانا، وهو خاص بممثل خارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. جوزيب بوريل وهو في الجزائر انتقد الكيان الصهيوني، وقال إن إسرائيل هي الوحيدة التي ترفض السلام على أساس حل الدولتين، واتهم حكومة إسرائيل إنها رافضة هذا الإجراء. كان اتهام صريح. عزيزي المشاهد، جوزيب بوريل ده يعتبر صوت الاتحاد الأوروبي، يعني مش أي شخصية وخلاص.
هو ايه حصل في العالم؟ يعني الراجل ده فضح الكيان الصهيوني امام الجميع ومن قلب الجزائر. راح الكيان الصهيوني غضب جدا، ووزير خارجيه اسرائيل اتصل بجوزيب بوريل وقال له نرفض تدخل الاتحاد الاوروبي في الشان الاسرائيلي. وبسبب تصريحات جوزيب بوريل تم رفض استقبال جوزيب بوريل في اسرائيل. مش ملاحظين عزيزي المشاهد ان الصفعات اللي بتيجي على وجه اسرائيل اخر فترة بتكون دولة الجزائر طرف فيها؟ يعني جوزيب بوريل لما فتح النار على حكومة الكيان الصهيوني كان موجود في الجزائر، يعني التصريحات دي جات وهو موجود في الجزائر، وفي اقل من شهر تم طرد اسرائيل كمراقب من الاتحاد الافريقي على يد الجزائر وجنوب افريقيا. استنوا، بخصوص جنوب افريقيا في خبر جامد جدا. وزارة الدفاع الجزائرية اعلنت انها بتحضر لبروتوكول من اجل التعاون العسكري مع جنوب افريقيا. الجزائر ما بتهزرش، الجزائر شايفة ان امن قارة افريقيا لازم يكون بتعميق العلاقات مع جنوب افريقيا، وخاصة في المجال العسكري. واوعوا تنسوا بيان الكيان الصهيوني لما تم طرد ممثلة اسرائيل من قمة الاتحاد الافريقي، بيان الكيان الصهيوني اللي هاجم الجزائر واتهم الجزائر وجنوب افريقيا بانهم وراء الحادث ده. علاقة الجزائر وجنوب افريقيا في غاية الاهمية، وخصوصا في الوقت ده، مش بس علشان وجود الكيان الصهيوني في افريقيا، لا، وكمان عشان مجموعة بريكس اللي موجود فيها عضو جنوب افريقيا، مجموعة بريكس اللي هتضرب هيمنة الدولار في العالم ضربة موجعة ان شاء الله. وبخصوص هيمنة الدولار، خدوا بالكم من المعلومة اللي جاية، في تقرير مهم جدا قريته عن أهمية استخدام الروبل الروسي في التبادل التجاري بين روسيا مع دول زي السودان ودول عربية أخرى زي الجزائر ومصر وسوريا وغيرهم، وده هيساهم في كسر هيمنة الدولار، خصوصا إن روسيا دخلت في حرب لها أكتر من سنة والروبل الروسي ما تأثرش بالحرب. لكن أصبح واضحا أمام الجميع أن الدولار عملة ضعيفة، بدليل انهيار بنك سيليكون فالي، وتم الإعلان عن إفلاس بنك أمريكي آخر من يومين، ولسه ممكن بنوك أمريكية تانية تفلس. حرب روسيا وأوكرانيا أثبتت للعالم إن أمريكا مش القطب الأوحد، وأعتقد تحرر السعودية من الهيمنة الأمريكية ده أفضل دليل إن خلاص أمريكا ما بقتش القطب الأوحد في العالم. مين كان يتوقع إن السعودية تصالح إيران وتضرب مصالح أمريكا والكيان الصهيوني ضربة قاتلة؟ خد الخبر ده، في حفل في السعودية لأفضل القرى السياحية، والحفل ده برعاية الأمم المتحدة. المهم كان مفروض يحضر الحفل إلي كوهين وزير خارجية الكيان الصهيوني، وطبعا الحفل برعاية الأمم المتحدة، وطبعا السعودية رافضة للكيان الصهيوني. وعلشان السعودية ما تدخلش في صدام مع الأمم المتحدة، هقول لك كده مثال بسيط علشان تفهمني. قبل ما وزير خارجية تونس مثلا يزور السعودية بيحصل ايه؟ بتكون في اجراءات امنية مسبقة بالتنسيق بين تونس والسعودية. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الاجراءات الامنية الخاصة بوزير الكيان الصهيوني إلي كوهين علشان يجي السعودية تجاهلت هذه الاجراءات الامنية، وفعلا ما قدرش وزير خارجية اسرائيل يزور السعودية بسبب ان مفيش تنسيق
أمني حصل بين السعودية والكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت السعودية ما دخلتش في صدام مع الأمم المتحدة. ودي كانت أول رسالة قوية للكيان الصهيوني بعد صلح السعودية وإيران، وكمان تعتبر رسالة قوية للي بيقولوا إن السعودية هتطبع العلاقات مع الكيان الصهيوني. دي رسالة قوية برضو لهم. وعاوز أقول إن قبل الصلح مع إيران برضو مفيش وزير للكيان الصهيوني دخل السعودية، علشان الناس تفهمني صح. وشكلنا كده داخلين على أصعب أزمة بتواجه الكيان الصهيوني في هذه الفترة. ده مش كلام أنا جايبه من البيت، هتقول المصادر، نزلوا كده المصادر. أنا بحسسكم إني في قناة كبيرة وكده يعني، فما فيش حد معايا في القناة، أنا اللي بعمل المونتاج، أنا يعني أعتبر اللي بعمل كل حاجة يعني. هتقولي كده المصادر، المصادر قدامكم. وكمان أنا حبيت أشوف الكيان الصهيوني بيقول إيه عن موضوع الصلح بين السعودية وإيران. جو حر جدا، لقيتهم مرعوبين وبيعترفوا إن دور أمريكا قل في المنطقة. إسرائيل مرعوبة إن دور أمريكا قل في المنطقة، أمريكا اللي بتحميهم دورها بقى ضعيف في المنطقة، ده كلامهم. الله أكبر، أنا مستمتع بالحلقة دي. بخصوص علاقة أمريكا والجماعات اليهودية السياسية داخل أمريكا، في ضابط سابق في المخابرات الأمريكية قال على فضايح في علاقة أمريكا والجماعات اليهودية السياسية داخل أمريكا. الراجل ده قال معلومة خطيرة جدا، قال إن أمريكا وبريطانيا كان ممكن يقعدوا مع روسيا ويحلوا الموضوع بتاع أوكرانيا بهدوء بدون الدخول في حرب. لكن إيه اللي حصل؟ لكن جماعات اليهود الناشطة سياسيا داخل أمريكا كانوا بيشجعوا على قيام الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وده بسبب كره الجماعات اليهودية لروسيا. عزيزي المشاهد، في نزاعات بين روسيا واليهود، نزاعات تاريخية وهتحتاج وقت كبير نتكلم فيها، وممكن لو أراد ربنا نتكلم فيها في وقت تاني. آخر خبر عاوز أختم بيه، احنا اتكلمنا عنه قبل كده، لكن شركة سوناتراك أعلنت عنه مرة تانية. شركة سوناتراك ناوية إن شاء الله خلال الخمس سنين اللي جاية انها تصدر 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ما شاء الله. وقلت لكم قبل كده ان ده يعتبر حلم الرئيس تبون، وان شاء الله بإرادة ابناء الجزائر يتحقق الحلم والخير يعم بإذن الله. معلش طولت عليكم حلقة النهاردة، وحفظ الله الجزائر، تحيا الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.